ماشات، واليوم السابع ومجلس الدولة يخطر البرلمان برفض تعديلات الهيئات القضائية. قسم التشريع بمجلس الدولة أرسل تقريره النهائي برأيه في مشروع تعديل قانون السلطة القضائية اللي تضمن تغيير طريقة اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية، وتم إرسال التقرير النهائي لمجلس النواب، وتم اختيار مجلس النواب رسميا برفض مشروع التعديلات وما يحويها مما أسماها التقرير النهائي لمجلس الدولة من شبهات البطلان وعدم الدستورية. وقسم التشريع كان راجع مشروع التعديلات على مدار 3 جلسات، وبعد جلسات تحضيرية تم طرح فيها النصوص المقدمة للمناقشة والبحث من جانب جميع أعضاء القسم، وبحضور رئيس مجلس الدولة لتلك الجلسات، وبالتالي أقروا أنه المواد أو هذا القانون أو هذه التعديلات غير دستورية، تحديدا لأنها بتتدخل في استقلال القضاء وفقا لما يكفله الدستور، وأيضا وفقا لما نص عليه الدستور لابد من أخذ رأي الهيئات القضائية، وهم شايفين أنه مجلس النواب لم يهتم برأي الهيئات القضائية اللي رفضت جميعها هذه التعديلات واعتبرتها أنها تدخل في أو تقلل من استقلال القضاء.